صدام أبو عدي ريف دير الزور، متزوج، عندي 4 أولاد. عندي محل سمانة، كنت أشتغل بمحل سمانة في ريف دير الزور. قضينا حوالي 3 سنوات تحت سيطرة التنظيم، وخرجنا من شي 1/7/2017 تم فرض عملة التنظيم. طبعا صار يعني طلعوا لنا قرار انه ممنوع التعامل بالسوري والدولار حصرا، يعني ما في ممنوع التعامل غير بعملته. احد زملائنا كمان صاحب محل اسمانه لقوه يتعامل، صادروا كل شيء المصاري لقوها بالدرج يومه، وعزروه ب30 جلدة امام محله قدام البشر. يعني بمعنى انك انت قام تشتغل بعمله، يعني عمله بلاد الكفر. فحتى المواطن صار بده يروح يصرف من الصراف، يشتري درهم، يشتري دينار لحتى يجي يشتري من عندي. فهون النقطة، يعني يجينا المواطن يجيب مثلا يعطيني الدرهم عبارة عن دولارين. طبعا التاجر ما بياخد، التاجر ما بيقبلها، التاجر عنده مسموح، التاجر الكبير مسموح له يتعامل بالدولار حصرا، لأنه هو اللي يجيب البضاعة من برا. أما إحنا لا، طبعا نروح على الصراف عبارة يقول لك يعطيك قيمتها، يعني مثل ما نقول الخسارة علي وعليك، يعني الدولارين دولار ونص. فالفائدة هاي كلها تروح باتجاه التنظيم، فيعني وارد مال بالنسبة له هنا، وخسارة بالنسبة للمواطن. طبعا الأمور الشخصية صاروا يتدخلوا فيها هنا على مستوى اللباس. يعني لباسك انت ممنوع بالنسبه للباس، لباس صاحب المحل لازم يكون لباس محدد، وهو هم حددوا، وهو عباره عن جلابيه او باكستانيه حصرا قولا واحدا. هذا كصاحب محل هنا. احيانا بيكون مثلا يكون عندك مثلا في المحل عندك زبون او زبونين او 3 مثلا، واذن الاذان ما لحقت تمشيهم، خيو خلص الأذان وأنت لسعك رافع باب المحل، فمروا. هاي تتعرض كمان للعقوبة، وهي إغلاق المحل هنا كمان مدة يومين 3 تشميع محل. السبب الرئيسي هو الخروج، هو عبارة عن موضوع العملة فقدت، يعني إحنا بالنسبة نفقد موضوع يعني عملتنا، بمعنى أنه صار بمعنى التشليح يعني. ومنطقة يعني صار مع الصعب المعيش فيها من جميع النواحي، من ناحية الأمن، من ناحية الأمان، من ناحية الخدمات، من ناحية المواضيع هاي كلها صار صعب المعيشة معاهم هنا. فاضطررنا للنزوح.